انا عندي طرف اخرى قل لي صحيحه ولا لا. اقترحوا عليك باش تبيع ماتش مر اي صحيح صحيح اي هذه 2009 في شيرة هكا موسم حافل عندك 2009 اي اخر مقابله ذي تسمع اخر فيه. مقابله تبيع ماتش توقفت فيه الدنيا كل صار لا لا خذية في 2009 جاء وقتها معتمد رئيس جمعية يحب ان نسيبوا لهم الماتش به تسمع فيا انت مين على وقت ليه الجوله الاخيره ما عندنا شيء نحن ممتاز لا نحن مشينا نحن مشينا باش نلعبوا الكره وقتها لانه فما جمعيه التضامن الرياضي لو كان نحن ما نربحوش الماتش التحية وصفة التضامن يعني فرد ولاية نحن ورينا مشينا هاي سيدي لعبوا الشوط الاول واحد بلاش رابحين نحن باهي وجمهور معبي جاني وقت المعتمد ورئيس الجمعيه قال لي كيفاش سي العربي ونحن جمعيه واحده وديجا نحن محضرين لكم تكريم وخمسه كور وكل شيء قلت له بارك الله فيك يرحم والديك هذاك الخمسه كور ما ديت الخمسه كور حطيتهم في المال قال لي بالله يا سي العربي كلام تهنى قلت له عندنا واحد الله يرحمه ربي يسامحني ديما يقول لي عيني رئيس فرع رئيس فرع رئيس فرع قلت له الله يبارك هو شو منصبه في ال مسؤول ما معك مسؤول وبرا مرافق فهمت ديما يقول لي نحب رئيس فرع كرة القدم اي قلت له يا اقعد قدام الفيستير شو ندخل الملعبية والمعتمد والاخرين البر دخلت لهم قلت لهم اسمعني واحد تتعدى تحت ساقه الكورة بالزهر برك نقسم بالله لا عاد يحط ساقه معي قالوا لي به الله يبارك برافو عليك ميثاق ما بعتش وني لا هو جاك الحديث اي ريقله خرجت لبرا شنو قال لي المعتمد ورئيس الجمعيه الاخر شنو اموركم ريقله تن وقلت لهم السيد هذا الله يرحمه قلت لهم هذا قصير قلت لهم هذا رئيس الفرع كره قدم بسكره وهو الكل وانا مزلت غادي يقعد يقول لهم انا راني رئيس الفرع انا رئيس الفرع قلت لهم تهنيوا هاك الامور مريك حطك الكور في المال وخدم كهرباء انت شد له تروت سكرت تليفوني حليت طلبت واحد قالوا لي رانا رابحين كملوا رابحين 2-1 منعت وقتها التضامن اي اي وينكم قالوا لي في سبيطار جروبين اهلي سي رئيس الفرع من الضرب قعد نص ساعه في الهواء روحوا بيه في حال قالوا تبارك علينا انت رئيس الفرع